حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا وأكيد مستمرين بفقراتنا معاكم. شكرا لزميلنا مصطفى لنشرة الطقس اللي عرفنا بها على اختلاف درجات الحرارة في الأيام القادمة. بالحديث عن مبادرة دعم الشباب للخريجين الباحثين عن عمل، أفادت وزارة الصناعة والمعادن استمرارها بمبادرة دعم الشباب الخريجين الباحثين عن عمل من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية. وإن شاء الله للحديث أكثر حول هذا الموضوع وهذه المبادرة تنضم معنا الناطقة باسم وزارة الصناعة والمعادن الأستاذة ضحى الجبوري. صباح الخير والعافية عليكم سيد ضحى. صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. حياكم الله سيد ضحى معنا طبعا وانضمامكم في هذه الفقرة لنتحدث سوية حول المبادرة التي أطلقت من قبل وزارة الصناعة والمعادن واستمرار طبعا بهذه المبادرة لدعم الخريجين الشباب. حدثونا أكثر بداية عن يعني أنه خلينا نقول أنه عن أبعاد ومحتوى هذه المبادرة. نعم نعم هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة والمعادن منذ العام 2016، مبادرة دعم وتشغيل الشباب الخريجين الباحثين عن العمل وتشجيعهم على الدخول في سوق العمل لإقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. تتضمن هذه المشاريع في البداية تسجيل المشاريع من قبل الشباب، تسجيلها في المديرية العامة للتنمية الصناعية الموجودة في ضمن وزارة الصناعة والمعادن، وخلال هذه راح تقدم كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات أمامهم، وسواء من تخفيض رسوم التسجيل وتوفير الدعم والمشورة أيضا لإنجاح تلك المشاريع. بالمناسبة التسجيل المشروع راح يكون في مبلغ بسيط جدا لأنه هو مو صناعي، هو مجرد شاب يبحث عن عمل ويبدي مشروع، فلهذا يكون تشجيع رمزي جدا هذا دعم من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية. نعم طيب نعم. نعم عفوا على مقاطعتكم سيد ضحى، هل هذه المشاريع يتم يعني انه اقتراحها من قبل الشاب او هناك طبعا مشاركته طبعاً من قبل لجنه خاصه في الوزاره على تقديم بعض من المشاريع ومشاورته طبعا في الامر لتنضيج بعض من الافكار المقدمه؟ اكيد اكيد هذا المشروع هو الشاب شنو المشروع اللي يريد يشتغل به يعمل به، نعم، سواء كان ضمن تخصصه او ضمن هوايه هو يحب يشتغل بهذه المشاريع. وبالفعل تم تسجيل تقريبا 211 مشروع صناعي صغير ومتوسط في المديرية العامة للتنمية الصناعية، هذه المشاريع تحت التأسيس من قبل الشباب الخريجين ضمن المبادرة، وتم توقيع عقود من قبل الشباب الخريجين تقريبا 5 مشاريع، وقعوا عقود بناهم أراضي ضمن شركات الوزارة التابعة للوزارة سواء في بغداد أو في المحافظات حتى يقيمون عليها هاي المشاريع. وهاي المشاريع بالمناسبة اعتبرت قصص نجاح، يعني نجحت مشاريعهم وقسم منهم يعني بعد ما يحتاجون وزارة الصناعة والمعادن ولا الأرض اللي طيناهم إياها ضمن شركات تابعة لوزارة الصناعة استقلوا بذاتهم. طيب يعني ما هو نوع الدعم المقدم من قبل وزارة الصناعة والمعادن؟ هل هو دعم مادي، تمويل المشروع ماديا، وكيف يمكن نعم التمويل ست راح يكون التمويل هو يا اما ياخذ من البنك المركزي، ودائما المشاريع اللي تكون من البنك المركزي انه لازم 25% بادي بالمشروع، هاي التمويل مو يمنا. نعم احنا اللي نقدر نساهم به كوزارة الصناعة والمعادن انه من يجي يسجل المشروع ما راح تكون مبالغ على تسجيل المشروع. وايضا راح يكون معفي من مشمول بالاعفاءات الجمركيه. اذا هناك تسهيلات
كثيرة أكيد. من قبل وزارة المدارس. بالإضافة إلى أنه قسم من المشاريع نخصص لهم أراضي ضمن شركات وزارة الصناعة والمعادن. نعم. طيب أبرز المشاريع سيد ضحى. نعم. أبرز المشاريع اللي وصلتكم، وما شاء الله طبعا الشاب العراقي صاحب إمكانية وكفاءة، وهذا اللي يشهد إلا طبعا أغلب الدول. نعم. معامل إنتاج، معمل إنتاج صابون رقية. أها. وهذا يعني معروف صار على مستوى كل المحافظات بحيث توزع على المحافظات كلها. وعندنا معمل ألبان الريان ومعمل ميتاني للمنظفات. جميل. ومعمل عالم التقنية لإنتاج البرمجيات. فهواية أكو متنوعة. نعم. متنوعة من حيث أنه قسم منها كيميائية وغذائية وإنشائية ونسيجية. من أغلب المحافظات أم فقط من محافظة بغداد؟ لا طبعا متوزعة على المحافظات. نعم. بالمناسبة المديرية العامة للتنمية الصناعية أخذت ندوات ولقاءات مع الطلبة والخريجين في أغلب الجامعات، مو فقط بغداد وإنما بغداد والمحافظات، للتعريف بهذه المبادرة. لطيف جدا. بالإضافة إلى أنه يطورون نطور قدراتهم الفكرية والعلمية من خلال أنه ننتجهم بدورات تدريبية مع منظمات دولية مثل GIZ UNDP الوايبول UNIDO، كل هاي ندخلهم حتى يتعلمون أنه شلون على ريادة الأعمال وكيفية التأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة. طيب إلى متى سوف تكون هذه المبادرة قائمة؟ حتى أي تاريخ؟ أم أنها مفتوحة؟ مفتوحة للسنوات القادمة؟ أكيد مفتوحة. هي مفتوحة وما زالت. أي شاب يحب يقدم مشروع صناعي فأبواب مديرية العامة للتنمية الصناعية مفتوحة أمام الجميع. أحسنتم سيد ضحى، طبعا نشكركم الشكر الجزيل لانضمامكم معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق لأخذ شبابنا إن شاء الله نحو التطور والنهوض بهذا البلد العزيز إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. حياكم. شكرا لكم. طبعا نتمنى يا ليلى أنه بالفعل يكون هناك هاي الطاقات والإمكانيات اليوم عندنا والنشاط على شبابنا والأفكار الجميلة جدا، يعني مثل ما ذكرت أنه سيد ضحى هناك حتى مسألة أنه البرمجة والتكنولوجيا واستثمار طبعا الأمور المعلوماتية وفتح مشروع معين خلينا نقول على قده، وبعدين انه يبدا يتطور طبعا بهذا المشروع، لكن كل اللي يحتاجه هو فقط الدعم، يعني لا اكثر ولا اقل. ويمكن انه الدعم احيانا ليس يكون مادي، اللي يحتاجه انه فقط التسهيلات. نعم. اللي يحتاجوها يعني لهذا العمل. نعم، كثير من التسهيلات، يعني من ضمنها ما ذكرتها اجازه، يعني تسهيلات اخرى تخص إجازة الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من التفاصيل، يعني خلينا نقول أنه يسهلون العمل حتى أنه يكثر المنتوج المحلي والصناعات المحلية، وهذا وتتعدد الأفكار وأيضا أنه الإنتاج خلينا نقول يتنوع أكثر. صحيح، بالتحديد هذا اللي نريده إن شاء الله، تطور شاء الله. البلد وتطور صناعاتها. يا رب كل التوفيق لكل العاملين في هذا المجال، كل من يريد أن يفتح مشروعه الجديد ويتطور وينهض بنفسه.